اليوم كان جوج عندهم هادو ما تعبوش أما يقولون نبوطي أنا والله اللي هو رب إن شاء الله ربي يقدرنا والله ما نبوطي وإذا أنتم هادو من حدايا إذا كنتم حابين ديروا فينا خير إحنا الشعب أدوهم ذوبوهم ودعموا لنا بهم البطاطا البطاطا 10,000 وإذا ما حبيتوش دعموا البطاطا مدوا اليتامى اللي كامل كاين واحد لافامي هنا رابحي رابحي حميمد مشكل السورسي فهو هذا غير كيما توفى عنده 4 ايتام الدوام مدو المرض يا اخي انتوما الدوله الجزائريه ما حقوق المراه ودعموا المراه حنا ثاني غانا معاكم ندعموا المراه ندعموا المراه اللي عندها ايتام ولا مجد الرومي جات غنات عوقت النسوايع في لاكوبون عباشات عطيت ولات من المرايا وهذه المراه الجزائريه تقبلوا فيهم حنا رايحين نحرهم ونبعث الميساج هذا كامل لولاد الجزائر العاصمه بالخصوص الجزائر العامه ما طحنوش وتكسروا اش ما يقولوش حنا عرايا نحوهم وسكتوهم وجدوا ولا تبديهم وين نحوهم اخويا كيما كيقدوك ارواحي قالت لي الله يهديك خدي المطر ما نجيبوش لك راه تمشي على رجليك سكران كل خارج من الكارير اللي لابس حوش الناس بحلك مشعريه الخوف ستار صاحبي يكون بيطاوي نموت على الخوف شعبي المنتخب الوطني هنايا خويا نرجع الدار بلاصه الناس حنا يا الدوله الجزائريه نطلبوا منكم البطاطا هادو الدراهم هادو هما دعموا بهم البطاطا ولا دعموا خدموا حقوق المراه ودعم المراه دعموا المراه اللي عندها اليتام الرسول قال لكم انا وكافل اليتيم كهاتين دعموا اليتامى ما نطالبين منكم والو والسلام عليكم ورحمه الله ويا الامير اللي تخدموا في الامير اسمحوا لنا ويا رجال الشرطه اللي راكم جايين ليا وتدوني وبالك حتى قتلوني اسمحوا لي اللي تعبتكم والسلام عليكم. Yeah.